أنا أعرف أصحاب القصة هذه. كان في شاب، وهذا الشاب معروف ببره بأمه، وكان شاب فقير ما كان شاب غني. يوم من الأيام يقص للشاب هذا نفس القصة، يقول يوم من الأيام دخلت على أمي ولقيتها ضايق صدرها، قلت وش في تسمى عسى ما خلاف. قالت والله يا ولدي إني مستحيت منك، لكن هذه فاتورة الكهرب 500 ريال، والله ما عندي أحد يسددها، والمشكلة أنه في إنذار فصل وأخاف يفصلون على الكهرب. الولد يقول والله ما أملك من الدنيا إلا 500 ريال في حسابي. يقول قلت لها يمه طب كلمي إخواني فلان وفلان ساكنين معنا بنفس البيت، كلميهم يسددون. قالت كلمة عجيبة، قالت أنا والله ما أمون إلا عليك، ما أمون عليهم، يا سعدك إذا صارت أمك تمون عليك. قال هذا الشاب شوفي يمه حاولي بالعيال، والله ما معي إلا 500 ريال، وحنا باقي على الراتب كم يوم، وهذه يعني مصروفنا. قالت خير إن شاء الله اللي تشوفه يا ولدي. طلع الولد يقول أبد، ركبت سيارتي وطلعت على ركبت الخط الدائري. يقول لك قمت أهوجس مع نفسي، قلت الحين أنا لو جام ضيف رحت أتسلف علشان أعشيه ولا غديه، وهذه أمي تقول أسدد وأتردد. يقول وأنا أرجع، يقول يوم دخلت البيت ويوم شافتني يقول والله تقعد تبكي. قالت والله أني داري قلبك ما راح يطاوعك، لكن يا ولدي ما نمعطي. قال لا هاتيه، ويوم أخذ الفاتورة انتبهوا ما قال هاتي الله يعين ما فيه إلا أنا، قال هاتي وبيض الله وجهك، عطي الراس بس وأبشر يوم يمتي، يبي يحلها الله ويبي يفرجها الله، ووسع صدر أمه ما خلى أمه يضيق صدره، وراح وسدد. يقول قعدت والله ما أمعي ولا يوم، يقسم بالله ما مضى عليها 24 ساعة إلا واحد من المشايخ وهم قاعدين يتعشون يقولوا للشيخ التفت لي قال أبو فلان ايش أخبار الدين؟ قال والله بشرك بزود كل ماله يزيد عيلة ينقص. يقول يطلع شيك والله يكتب لي 50,000 ريال والله العظيم. يقول أنا أخذ الشيك وأطير من لحظتي الساعة 11 بالليل أمي نايمة، يقول أطق الباب تفتح لي من الباب وش بك بسم الله عليك. قال الله يسامح أمه. قلت وش العلم؟ كان ما صارت الفاتورة 1,000 ريال هل 500 جابت 50؟ لو هي 1,000 كان صارت 100,000. ولذلك ما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، فما بالك إذا صار مع أمك ولا مع أبوك